موضوع اليوم اللي كنتكلموا فيه على الأم الزوجة المربية. الأمهات طبعا الزوجات اللي كينساو راسهم في المراحل ديال التربية كاملة، كيعطيو أحسن ما عندهم وأفضل ما عندهم وأجود ما عندهم، لكن كينساو راسهم. كيف تكلمنا قبل رفقة ضيفتنا سناء اسقاط اللي هي مدربة في التنمية الذاتية وأيضا في الموارد البشرية، على أن هذا النسيان ديال الأم أو الزوجة لراسها، عدم الاهتمام بذاتها، تيكون عنده واحد التأثير على التربية وعليها أيضا. لهذا غنتقاسموا معكم اليوم مجموعة ديال النصائح لكل الآباء والأمهات، الأمهات تحديدا اللي تيقول لك ما لقيتش الوقت. إذا سناء اسقاط، شنو أهم النصائح اليوم اللي نتقاسموها مع كل سيدات كل الأمهات الزوجات اللي كيستمعونا اليوم، باش ما ينساوش راسهم هما تيربيو هما تيهتموا بالبيت ديالهم بالزوج ديالهم والأسرة ككل؟ الوغ أول حاجة تنظن بأن ما كاينش شي واحد على وجه الأرض ما كيبغيش راسو، وإلا واحد شوية. أول حاجة الأم ولا المرأة ولا الزوجة ولا العازبة خصها تبغي نفسها أون طونك إنسانة. تبغي نفسها يعني تعطي راسها الحق أنها تعيش لراسها وتعيش للآخر. هضرنا قبيلة بأن الأغلبية ديال النساء تعيشوا أكثر للآخر من كيعيشوا لنفسهم. المرأة خصها تعرف تحط واحد الإطار لحياتها. شو معنى إطار لحياتها؟ يعني تحط دي ليميت في حياتها اللي تدخل فيهم المسائل اللي هي مهمة بالنسبة لها. إلا سولتي شحال المرأة كتجي عندك كتقول لك انا مستريسيه ما عنديش الوقت ما كنديرش ما مهتمهش برصي، اوكي كنساليو هادشي كامل كنسولها سؤال واحد، شنو بغيتي اليوم؟ شنو بغيتي؟ كتبغي فوزيه، كتبغي كومبليتمون. علاش؟ لان ما عمرها كتجلس مع راسها وتطرح راسها هذا السؤال وتقول شنو بغيتي، ندير وقفه مع نفسي، بوز، بحال اللي كطفي التلفازه وكيجي الظلام، بوز مع راسي اليوم انا شنو بغيت؟ شنو هو الحاجه اللي كتعجبني؟ شنو الحاجه اللي كتسعدني؟ شنو الحاجه اللي كتخليني نحس براسي انسانه وعايشه نفسي؟ سؤال كيجي سهل ولكن هو في حد ذاته الجواب صعيب جدا. علاش؟ لان الانسانه ما مولفاش كتسولو راسها، دونك كتبغي واحد شويه كتبدا تقول لك لا انا بغيت نكون مزيانه، بغيت نكون مرتاحه. اوكي، باش تكوني مزيانه وباش تكوني مرتاحه لالا شنو هما الحوايج؟ وباش تربي مزيان وتكوني يعني كيف كتمني مع وليداتك ومع الزوج ومع الاسره كامله؟ فوزيه طوموبيله ما عمراش بليسونس ما غتزيدش، والمرأة باش تكون عندها واحد الطاقة تعطيها الآخر خصها بعدا تاخذها تكون هي مرتاحة، هي بعدا تكون مشارجية باش تشارجي وحدة أخرين. لأن احنا شنو بغينا بأم فخستخي معيانة مدقدقة ديموغاليزي كتدخل النهار كامل كتخدم كدير نفس الشيء كل نهار الروتين، عندها واحد الطاقة زوينة وداك الشيء، مي كيدخل ولادها من المدرسة وكيدخل الزوج ديالها اش كيلقى؟ كيلقى واحد الإنسانة اللي هي مطفية ولا واحد الإنسانة اللي هي شاعلة نيجاتيفمون. احنا بغينا واحد السيدة اللي تكون هي مرتاحة مرتاحه مع نفسها باش هادوك الناس اللي كتبغي هي وباغا تعطيهم من جهدها يكونوا حتى هما مرتاحين. كيفاش غادي تكون هي مرتاحه سناء اسقاط؟ تعطينا النصائح ديالك الله يكثر خيرك. نعم بيان سور، انا اول حاجه هي انها تسول نفسها شنو الحاجه اللي كتفرحها، شنو الحاجه اللي غتسعدها، شنو الحاجه اللي غادي تخليها عندها واحد الطاقه ايجابيه. واش شي 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 مهنه، واش شي طالون، واش شي باسيون، واش شي حاجه، واش شي اكتيفيتي يمكن لها ديرها اللي تعطيها الطاقه. ثاني حاجه تحط ليميت لحياتها، دير واحد يعني الحدود معينه، اطار. نعم اطار لحياتها، هادي لداري، هادي لراجلي، هادي لولادي، وهادي ليا. هذيك المهم ديك ربما حتى وهي كتوجد هذيك الاكل لوليدات ما كتنساها راسها شنو هي بغات تاكل مثلا. ابسط شيء دائما كتفكر هما شنو بغاو ياكلوا مثلا. اكزاكت، اوكي، ومن غير داك الشيء تقدر تعطيهم ديالها. داكور، حتى الا ما قدومش غتعطيهم ديالها. تضحية دائما. الوغ تسول راسها انا هذا الوقت ديال راجلي ولادي شنو هو الوقت ديالي شنو غندير فيه؟ عندي واحد الوقت يا اما نطالع فيه، يا اما نسمع موسيقى، يا اما نلبس برديله ونخرج نتمشى، يا اما نمشي عشيه، يا اما نمشي نتسارى. المهم نخرج نحس براسي دايره شي حاجه لنفسي، شي حاجه لراسي كتعطيني واحد الطاقه. وكنشوف هذاك الدور الاجتماعي عندها تيغيب، ما كيبقاو لا صحابات لا زيارات عائليه. اليوم كاينين دي زاسوسياسيون، يمكن حتى المراه اللي ما خداماش تنخرط في داك لي زاسوسياسيون تحس براسها كدير شي حاجه. شوف الكون كله في لو موفمون، في الحركة. وما كنقولوش الحركة يعني الحركة ماشي غير في الحركة الآخر، الحركة النفسي، يعني الإنسان خصها تتحرك، خصها تقرأ، خصها تنفتح على العالم الخارجي. وليت يقولك ما عنديش الوقت، السيدات اللي تيقولك أنا ما لقيتش الوقت، النهار قصير ما فيهش ما قدنيش الوقت للتليفون،
وتلقى الوقت الانستغرام والفيسبوك، وتلقى الوقت الهضره في التليفون، وتلقى الوقت المسلسلات التركيه، وتلقى الوقت بزاف ديال الحوايج اللي هما ما غيزيدوك غير احباط، لان ملي كتحلي التليفون كتشوفي ناس ناجحين كتبقاي تابعاهم، في الاخر كتشدي كتلقاي راسك انت في نفس البلاصه كتفرجي في افلام تركيه ولا في افلام مصريه، عالم اخر. نعم، بعيد عن الواقع. بعيد عن الواقع، فين انتيا من داك الشيء؟ الوغ ملي كتنوضي تحركي راسك وديري شي اكتيفيتي، شي نشاط لراسك، كتلاقاي فيه مع ناس، كتعلمي شي حاجه، كتقراي كتاب، كتشوفي دوكيومونتير، كتشوفي شي حاجه، كتعلمي شي صنعه، كتعلمي شي حاجه جديده، لغه. شحال من مرة كنشوفها اليوم كتعلم لغه لراسها لنفسها، عندك واحد الهاجس، عندك واحد الحاجه كتفيقك في الصباح كتقول لك فوزيه ولا سناء اليوم كاينه شي حاجه ليك ديالك، كتفرحك من غير داكشي المعتاد. ربما حتى في الصباح ملي كتفيق الام ديك الفتنه، نوض مشى الحال، جمع الشكاره ديالك في الادوات ديالك، علاش ما كتخصصش واحد الحيز الزمني في الصباح اللي هي الاولى عاد تفيق الوليدات؟ ايه، ومن غير حتى ملي يخرجوا الوليدات تحيز تحط راسها واحد الحاجز، الحيز الزمني اللي تقول مع راسها غندير فيه هاد لاكتيفيتي ديالي. نزيد الثالثه اللي هي مهمه، خص المراه تعرف تقول لا. لا، لمن تقول لا؟ تقول لا على اي حاجه هي ما حاساش براسها باغيه ديرها، شي حاجه اللي ما كترتاحش فيها، اللي ما غترتاحش فيها، واللي عيات فيها، واللي ما قادراش ديرها، واللي ما كتحفزهاش. ما كنقولش تقول لا ما غاديش تصوب لولادها ولا ما تقادش ولادها. تقول لا يعني كنت مي كدير شي حاجه اكثر من جهدها. شحال من مراه ما كرهاتش ما دير شي حاجه وكديرها، شحال من مراه ما كرهاتش انها تكون باغا دير زعما باغا تحقق واحد الحاجه وتيقول لها شي واحد لا بلاش ما عندك، لا تسمع لنفسها. شي مي كتقول الاخر لا كتقول لنفسك اه. تبارك الله عليك سناء السقاط، شكرا كثير. الله يبارك فيك. نصائح لكل السيدات اليوم، كل الامهات الزوجات، اعتنوا براسكم، اهتموا بذواتكم هي الاولى، لان الام الزوجه اللي ما كتكونش مرتاحه ما تقدرش تعطي.